أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. عن قصة الرجيم الكيميائي او الدايت الكيميائي اللي الناس كتير فاكراه حلو وبيعملوه اسبابه ان بنت عايزه تخس بسرعه ولد عايز يخس بسرعه وعندها مناسبه سريعه فرح كمان شهر فرح 3 اسابيع فتقول لك انا عايز اعمل الدايت الكيميائي ان هو بيعتمد على عنصر واحد فاكله مثلا توصل للناس تاكل تفاح اليوم كله او مثلا مشويات اليوم كله وبينسى العناصر الغذائيه الثانيه هتنزل وزن هتنزل وزن بس هتقلل الفيتامين في الجسم بتنزل الوزن بشكل مش صحي يعني بشكل مش صحي يعني النهارده 5 كيلو نزلتهم هيرجعوا بسرعه والضعف مجرد ما افتح في الاكل لان الجسم بيبقى زي مناعته عن عناصر غذائيه كتير فاول ما باخدها بيقوم مخزنها اكنه مصدق فانا لما باجي اعمل دايت في مثل يقول اللي بيروح بسرعه بيجي بسرعه والعكس انا اعتمدت ان انا عايز اخس بسرعه قوي اولا مش هستحمل وهزهق لان انا ماشي على نمط واحد وحارم نفسي من اكل كتير والجسم ما ينفعش تحرمه من حاجه طب ايه حلها انا دلوقتي عندي مناسبه او عايز تمرين او الكلام ده كله هعمل النظام الغذائي الصحي سعرات حراريه قليله بس في كل وجبه باخد بروتين بتاعي اللي هو سواء نباتي او حيواني اتكلمنا فيه قبل كده النباتي زي البقوليات مثلا في بعض الخضار الحيواني فراخ اللحمه السمك البيض التونه الجبن الكلام ده كله بقسم عناصري من البروتين ده ومن الكربوهيدرات المعقده والبسيطه زي الرز والبطاطس والبطاطا والعيش التوست وزي النشويات او الكربوهيدرات البسيطه زي الفاكهه وطبعا الدهون المفيده اللي قلنا عليها قبل كده برضو زيت الزيتون والافوكادو ومثلا زبده الفول السوداني باخد نسب برضو لو انا جمعت في كل وجبه بين العناصر دي انا بخس بسرعه ولو دخلت رياضه وكارديو في التمارين انا خدت النتيجه اسرع واسرع وطبعا احنا يعني قلنا اهم عناصر في الدايت الناجح دي ايه هي زي النوم بدري التمرين ما يزيدش عن ساعة ونص في اليوم نحاول يبقى فيه تمرين الصبح بدري نص ساعة غير التمرين بتاع الجيم عشان اعلي الحرق على مدار اليوم اشرب شاي اخضر اشرب جنزبيل قرفة الكلام بيعلي حرق طبيعي لو هاخد مكملات حوارق الدهون هاخدها بعد سن 18 سنة ولازم لازم لازم تمرين ما ينفعش اخد في ناس تقول لك انا ممكن اخد مكمل حرق دهون وانا قاعد في البيت لا ده طبعا ده غلط ولان بيبقى في نسبه كافيين عاليه جدا محتاجه تمرين ومحتاجه تتحرق فيا جماعه بلاش حد يلجا للدايت الكيميائي ده بالنسبه للبنات كمان بيضر الشعر بينقص فيتامين في الجسم للبشره للضوافر انا بعد عنه ومش مفيد حتى اللي بيلعبوا جيم العضلات والكلام ده كله هتنزلي جسمك هيبقى همدان ومش هتقدري تكملي فيه فابعدوا عنه وانسوه خالص ويا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه دي وان شاء الله تشوفوا حلقه كده تبقى انتهت حلقتنا لكن ما انتهتش لقاءاتنا انتظرونا ولقاء جديد مع فقره الصحه والرياضه في رمضان انتظرونا